مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم رح نبدأ مع بلاك ميرور مرة ثانية، السيزن الرابع في 6 حلقات. هاي الحلقة الأولى من السيزن الرابع، اسمها USS Callister. هي عبارة عن قصة هذا الشخص بكون بارتنر أو شريك في شركة مع واحد تاني. طبعا الشركة بتكون بتنتج ألعاب كمبيوتر، وفي الحقيقة هو بكون ضعيف الشخصية، ما حدا بينتبه له. شريكه الآخر بيكون قوي الشخصية، جذاب، كل السيدات تطلع عليه، وبصير والزملاء حتى في الشركة بيحترموه أكثر من هذا، مع إنهم هم 50-50 يعني، بس هداك اللي عامل كنترول على كل شيء. فهذا الشخص بيكون عامل زي فيرتشوال جيم بدخل عليها من منزله، وبكون هو قائد ربان سفينة فضائية في الفضاء، وحرب ناس في الفضاء وأشياء زي هيك. طبعا القصة إنه هو في ال سوري القصة إنه في ال في ال أوكي القصة إنه في ال في ال في ال في الحلقة هناك بكون عم بحاول إنه ينمي شخصيته، أو بحاول إنه يرسم شخصية جديدة له في الفضاء. هون هي في الفضاء بكون قوي، بكون عنده شخصية وإرادة قوية، بكون مسيطر على جميع اللي موجودين معها في الفضاء. طبعا القصة هو بروح على البيت بالليل وبلعب هاي اللعبة، فبشعر إنه هو بنمي النقص اللي موجود عنده خلال هاي اللعبة. هدول كلهم مع زملاء بالشغل، عاملهم هو كاركترز خاص او شخصيات خاصة بتشتغل اكنها عنده وبتخدمه. هذا هو شريكه، بكون ضعيف في اللعبة اللي هو مسويها، لكنه في الحقيقة بكون طبعا قوي. القصة وبالتالي انه هم هدول بحاولوا انهم يهربوا من المكان هذا عشان يحاولوا انهم يرجعوا للحقيقة ويخرجوا من واقع اللعبة. بيعملوا زي حيلة عليه، وطبعا آخر شيء بتخلص اللعبة، وهو بوصل لمرحلة انه بموت فيها باللعبة، وبالتالي بموت في الحياة. طبعا القصة انه كيف في ارتباط بين اللعبة الافتراضية والأمر الواقعي. اللعبة الافتراضية طبعا بكون ما حدا قادر يتواصل مع الثانيين، لكن في الحقيقة بيقدروا يتواصلوا مع نفس الشخصيات، هم شخصياتهم في الخارج وهم بيساعدوهم. طريقة غريبة، لكن القصة بدي أورجيكم كيف هو بكون في البيت. طبعا هون في النهاية لما بحاول إنه يخرج من اللعبة، وهون لما بروح بدخل بالثقب الأسود أو المكان هذا الغريب، وبتوفف طبعا في اللعبة، بتنتهي اللعبة وهو للأسف بفقد حياته خارج اللعبة. طبعا لو أجيكم النهاية، بس هاي النهاية بكون هو متوفي. هذا هو كيف هو كان بلعب، بحط زي جهاز على صدغه وبدخل اللعبة، وهو في اللعبة بيقدر يحكي exit room exit game، بيقدر يخرج من اللعبة. يعني قصة هيك غريبة لكنها ممتعة، قد تحصل في الحقيقة انه نصير احنا نكون العاب مع شخصيات بنعرفها، اصدقائنا، اهلنا، اولادنا، وبنحاول انه نكتسب مهارات مش موجودة عندنا في الحقيقة. قد يكون هذا واقع راح يحصل قريبا، ما بعرف. سؤال، هل انتم بتشجعوا شيء مثل هذا ام لا؟ طبعا هون هيهم رجعوا لوضعهم الاصلي وانتهت اللعبة. حلقة غريبة هيك، لكن ان شاء الله بتعجبكم، ونراكم في الحلقات القادمة. اذا ما حضرتوا الحلقات السابقة احضروها، والحلقات القادمة راح تكون ايضا مهمة جدا. اعملوا سبسكرايب للقناة، ونراكم في حلقة ثانية. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.